فأول شيء يعني تنشكروا يعني الطاقم ديال جيني كلوب برئاسة عادل عمري يعني تنبغيو يعني نرقبوا بهاد الفكرة هادي ونبغيو نقدموا ليها يعني التشكرات ديالنا لأن هاد البرنامج ديالنا غيكون يعني بين من العنوان ديالي يعني جيني كلوب يعني جيني كلوب كنعرفوا بأن بزاف الأشياء اللي كانت في الرياضة المغربية بصفة عامة يعني كاين تنخرها الفساد فهاد البرنامج هذا يجي باش انه يحط النقاط على الحروف ونتمنى من الله انه يكون يعني يبين الحقيقه ديالها كما هي وتكون عنده واحد المصداقيه فبالنسبه لنا حنا هو الاهم ديالنا هو ان الرياضه المغربيه تجي قدام جميع المجالات فيعني تنتمنى لهم تتمنى لكم مسيره موفقه ان شاء الله وبدايه موفقه ف يعني الفكره كفكره هي شحال هذه لا بالبرنامج لا شحال هذه يعني جيني كلوب بين من العنوان ديالها كما قلت فيعني حنا ما عندنا ما نخسروا يعني الامر تلقى بيد يعني بيد المسهرين على على السيت يعني تنقول لهم من رايي الشخصي انا انهم يعني يكونوا واحد المصداقيه يعني يحيدوا الفساد في الكره المغربيه باش تقدم الكره المغربيه يعني ما عندهم يعني مجموعه من المعوقات ومجموعه من يعني من الاشياء اللي تتساهم في تدني الرياضه المغربيه فالحمد لله هذا السيت هذا نتمنى من الله انه يبين الامور ونتمنى لهم مسيره موفقه ان شاء الله.